مساكم الله بالخير وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا اليوم حتقضون إن شاء الله معنا ساعتين، إن شاء الله تكون ساعتين ممتعة بالنسبة لكم. بنشوف أبرز العناوين. تشاهدون اليوم فرقة BTS العالمية وانطلاق أول معرض للصقور والسلاح، فعاليات تعلن انطلاقة موسم الرياض، استعداداً لفعاليات يزون نبض الرياض، سيدتي يستضيف فرقة لتنظيم فعاليات الفولكلور السعودي، مقاطع تعنيف الأطفال من قبل الأهل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أين وما هي العقوبات، تعرفي سيدتي على إتيكيت الصالات الرياضية مع المدربة مروة الهلالي، سيدتي بين الناس تسألهم عن طلاق المرأة بعد العشرة، بين الموهبة وصناعة الفن يأتي الإصرار والعزيمة والتطوير، سلمى الشيخ تروي لنا قصتها مع الفنون التشكيلية، هل عدم الكشف المبكر لسرطان الثدي يكون سبب خوف المرأة من الطلاق أو من نظرة المجتمع؟ أكيد كالعادة خلونا قبل ما نبدأ بأبرز مواضيعنا نرحب زميلاتي. حياك الله مها، حياك الله عبير. أهلا وسهلا يا رندا، وحياك الله، وطبعا حياك الله يا مها، وحياكم الله بالسادة المشاهدين. يعني عندنا أشياء كثير مرة حلوة، فقرات متنوعة، لأنه من جد مع أمس وابتداء موسم الرياض صارت في أحداث مرة كثير محلية، ومن جد قاعدين نتناقلها حول العالم. صحيح، اهلا وسهلا فيك يا رندا، ومرحبا فيك يا عبير. اكيد انا طبعا لي يومين ما شفتكم. أهلا والله سهلا. يا بنات فعليا احس لي اسبوع ما شفتكم، فقدتكم وفقدت الاستوديو. اكيد طبعا زي ما قلتي مهرجان وموسم الرياض بدا، واحنا عندنا المني الموسم هنا عندنا شويه يعني من فعاليات الرياض. اكيد اليوم معنا في الاستوديو اشياء مره كثير. مره متحمسه انا صراحه الحلقه اليوم. اكيد الحلقه ان شاء الله بتكون كالعاده أكيد بتكون ممتعة للجميع بإذن الله. بس انطلق هاشتاج أمس طبعا مع بداية موسم الرياض، انطلق هاشتاج موسم الرياض. طبعا احنا شفنا يمكن التفاعل بالتغريدات، وشفنا تقريبا 6500 تغريدة، يعني مرة كبير شيء جميل العدد. وتفاعل مرة حلو كمان. صحيح. تفاعل على موسم الرياض. صحيح. احنا نعرف انه في فعاليات مرة متنوعة ومختلفة، فهذا الشيء الجميل بموسم الرياض، وجامع كل احد. صحيح معك، مع انه امس بس صارت ترى فعاليتين. صحيح، يعني امس انا حفله بي تي اس طبعا، لانه في فرد من افراد العائله راح حضر الحفله. أيوه. الله وكيلكم من الساعه 9 الصباح يا بنات وهي برا البيت، وايوه خلصت الحفله الساعه 11 على بال ما وصلت وكذا. امور كثير صارت امس، يعني كميه الناس، الاعداد المهوله اللي كانت بتتصور، من جد الجماهير اللي كانت حاضره، يعني من جد تدل قد ايه الناس حابين ومره يعني متابعين اخر التطورات. بي تي اس انا ما كنت اعرفهم، انا عرفتهم من وراء الهاشتاج فعليين. صحيح عبير، حتى يعني شفنا زي ما قلتي الحضور جدا كان كبير من بدري، الناس رايحه، وشفنا حماس الفرقه اصلا انهم يشاركون معانا في موسم الرياض. أكيد طبعا خلونا مشاهدين نروح نشوف جانب من الحفل وراجع لكم. في حفل مبهر شهدتها الرياض أمس الجمعة على أرض استاد الملك فهد الدولي، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات موسم الرياض، أحيت فرقة بي تي اس الكورية المكونة من 7 شبان تتنوع موهبتهم بين الرقص والغناء، ووسط حضور الآلاف من الجماهير التي زحفت منذ الصباح برغم حرارة الطقس، واستطاعت الفرقة أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية. وعبر هذا الحفل الملفت والتنظيم المبدع، رسمت هيئة الترفيه بقيادة معالي الوزير تركي آل الشيخ الاحترافية الفنية، ليقدم للعالم صورة مشرفة تقاطعت خطوطها وتلاقت عند حقيقة واحدة هي السعودية الجديدة. يمكن أنا ما شفت بس الآن الجزء هذا الفيديو من الحفل، أنا دخلت على الهاشتاج فعليا، وأنا ما كنت أعرفهم زيك يا عبير، بس جمال الـ يعني الحفل وجمال الناس اللي كانت فيه شيء مو طبيعي، الحماس مو طبيعي. صح، من المطار استقبلوهم من المطار. أيوه. إلى حفل أمس، يعني وكيف هم أنت شفتي الأنوار وهم يحركوني، شفتي كيف يعني أنت عارفة هذا الكشاف اللي هم معهم زي كشاف. أيوه. أنا أختي طالبته كان أونلاين، فقلت لها أنت مرة تبالغي، توقعت يعني بس هي اللي جايبته. أيوه.
كمية العالم اللي شايلة هذه الكشافات مو ما كانت طبيعية، كان تقريبا كل الناس يعني ايوه يعني كل واحد ظهر بعضها في الحفل اذا مو غلطان. انا سمعت نفس الشيء يقولون يبيعون نفس الكشافات هذه تبعت الفرقة، واذا انا مو غلطانة برضو كانوا الفرقة يتحكمون بالوان بالوان الانوار، يعني تخيل انا ما اعرف كم كان الحضور يعني بالالاف بالالاف، يعني تخيل يتحكمون بالوانها فالقاعة كلها تصير نفس اللون، يعني حركة ذكية وجميلة في نفس الوقت. اتوقع ان هم لانه متعودين او لانهم متابعين فيديوهاتهم كثير فعارفين ايش النظام، انه هذا الشيء يمكن اما احنا اللي مستغربين لانه ما هم سمعنا فيهم. ففعليا تتمنين دائما جمهور زي هالجمهور فعلا. طبعا الفرقه العالميه امس كان افتتاح معرض الصقور والسلاح من نسخته الثانيه، والجدير بالذكر اكيد انه اول ما افتتح المعرض وبعد ساعه واحده بس قفلوا الابواب وقالوا انه العدد والحضور فاق التوقع. صحيح رد معك حق. كمان في حاجه من ضمن معرض الصقور انه كان في مشاركات نسائيه. صحيح. أنا بصراحة استغربت، يعني أنا أعرف إنه السيدات يعني تحب البسة تجيب عصفور عرفتي إيه، يعني شيء بسيط صغير. ما شاء الله في مشاركات وإيش اسمهم؟ صقارات. طبعا نفس الشيء شفنا البنات يتعاملون مع صقور، وصراحه يعني انا فوجئت. هم طبعا كان عندهم تدريب مستمر وكان عندهم يعني زي ما تقولين دورات من ناس يعني لهم في المجال، فيعني ابدعوا صراحه. انا نفسك يعني شفت فيديوز كثير للبنات وصراحه يعني شيء جميل ومشرف. طبعا كاميرا روتانا اكيد كانت متواجده في الحدث او في الفعاليه، وزي ما وعدناكم مشاهدينا راح ننقلها لكم. خلونا نتابع الجانب من معرض الصقور والسلاح وراجعين لكم. يتجدد الموعد للمرة الثانية من خلال معرض الصقور والصيد السعودي، واللي شهد أكبر تجمع للهواة وإقبال كبير فاق الطاقة الاستيعابية للمكان في يوم الأول بأكثر من 30,000 سائر. الحقيقة وجدنا الأشياء كل شيء متاح في هالمعرض. أسعدنا طبعا التنوع والتواجد، ما شاء الله متواجدين أكثر من معرض، واندفاع الناس هذا دليل على نجاح المعرض. الكم الهائل اللي شفناه ما شاء الله من الجمهور، فالحمد لله من نجاح إلى نجاح. كان العام الماضي ممتاز والسنة هذه تعدى الامتياز. صار هذا المعرض يمثل منصة تجمع الثقافة والتراث والتسوق تحت مظلة واحدة، شاركت فيه أكثر من 20 دولة وأكثر من 350 مشارك. We are very pleased that we can be here, and we like to give our thanks to His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif that we were able to present our falcons here, and we hope that the falconers in the Saudi world also will take farm birds for their hunting and even the racing. And we would like to thank also Mr. Turki Al-Sheikh for this event that he has set up here. كان في تنوع بالمشاركات في أقسام مختلفة، منها أدوات الرحلات والتخييم، وقسم لاستعراض الصقور، وآخر للأسلحة النارية، واللي لاقى إقبال كبير حيث أتيح من خلاله لكل شخص حق شراء 5 أسلحة فقط، على أنها تكون لمجرد الاقتناء الشخصي، إضافة إلى تعهدات بعدم استخدامها لأغراض مخالفة للأنظمة والقوانين. نوجه شكر كبير بحجم السماء على قولهم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. صراحة أبدى جهود مثمرة وجميلة. رجل قدم ما كلف به وأكثر من ذلك. وإن شاء الله يكون موسم الرياض جميل على الجميع بالمشاركات اللي راح تتاح فيه. لا زال المعرض ممتد بأيامه حتى 15 من أكتوبر الحالي، يعني لا زالت الفرصة متاحة للهواة والزائرين من الاستمتاع بكل ركن في المكان.
طبعا نشكركم على هذا التقرير الجميل والمعرض الرائع صراحة والحضور الفريد من نوعه. طبعا مشاركة 6 صقارات بجناح خاص لهم في المعرض وكان عليهم إقبال كبير في اليوم الأول. وطبعا يعني أكيد نرحب في ضيوفنا في الاستوديو أبرار العبيسي الصقارة، حياك الله. الله يحييك. طبعا ونرحب أكيد في خلود العثمان الصقارة برضو، حياك الله خلود. يا هلا وسهلا فيكم. طبعا معنا صقر قلتي لي أنثى واسمها سحاب. سحاب جميلة. سحاب. ما شاء الله يعني لونها مرة حلو. طيب خلونا نبدأ أول شيء نبي نعرف أنتم مشاركتكم كيف بدأت؟ طبعا زرنا المعرض الأول كان في الرياض واحنا اساسا حابين موضوع سيجاره بس انه ما في يعني احد متجه لاتجاه هذا بحكم انه كانها للرجال فقط يعني صحيح. كالعاده السنه الماضيه طبعا فاتفقنا احنا البنات انه ايش يمنع انه احنا نعمل معرض للصقور. طبعا اريج ما هي معانا اليوم، تمنيت انها تكون معانا. طبعا اريج هي المشرفه علينا احنا البنات وبدينا بدا الموضوع والحمد لله انها ترتبت يعني حلو ما شاء الله. يعني بس من زمان تحبين الصقور؟ أيه يعني الصقور انه شيء يعني تحبينه وتعرفين تعاملين معهم او انه تعلمتي في الدورات اللي اخذتوها؟ ما اخذنا دورات، احنا قعدنا نسال. عندنا ناس نعرفهم اصدقاء لنا في موضوع حكايه الصقور. اي بحثنا سالنا اصحاب الهوايه نفسها استفدنا منهم وبدينا احنا نطبق. جميل. ايه هتقولي انت سؤال انا ابغى اقوله ولا لا؟ لانه باين انا خايفه من الصقر. هو باين صراحه. يعني خلود يمكن انا اول ما شفته انفجعت وكي يعني كشيت منك انت ابرار، لانه ابرار ما شاء الله عليها ماسكته وماشيه. صرت انا خايفه منك اكثر من ما اخاف من الصقر لانه انت مو خايفه منه ما شاء الله. فهسالك هذا السؤال بحكم انه انتم الاثنين باينين كذا بنات لطاف لزاز، اعماركم لسه صغيره، ايش معنى الصقر؟ يعني دخلتوا في هذه الهوايه يعني والله كيف وليش؟ الصقر طبعا رمز للقوه، هوايه جدا يعني من افضل الهوايات اللي مارسناها. انت قلتي لي هيبه. الصقر هيبه وقوه. صح. بعدين تعمل فارق في الشخصيه. يعني تعلمك على الصبر. برضو يعني جمال الصقر واو. انا مره ضايق صدري يا ابرار انه حاطط له شيء مغطي عيونه. صراحة. لا عادي عادي يا رندا يمكن اظن يسمونه برقع. برقع صح. برقع اوكي. بس هذا الشيء ما يضايقه ابرار؟ لا ما يضايق لانه هو اساسا يعملونه على مقاسات تجي للطير. يعني مدروسه ما بيعملون الشيء هذا كذا. طيب خليني حيث انه ما يضايق الطير. في اشياء تميز كل طير. احنا طبعا يعني اللي مو هاوي هالحاجه هذه واللي مو هاوي الصقور واللي مو هاوي يروح صيد والاشياء هذه اللي ما يعرف الصقر شوي اللي ما يعرف الصقر شوي فهذه اذا ما تعرفينه فعليا ما تعرفين ايش مميزات كل طير عندك. ايش اللي تختلف؟ ايش الميزات اللي تختلف؟ تحكي لي كمان خلود. الانواع طبعا عندك الشاهين، عندك الحر، عندك الجير، عندك الوكري. تمام هذه 4 انواع. طبعا كل نوع يختلف بحسب ريشته حسب حجم الطير يفرق. وهذا ايش نوع؟ هذا حر فرخ وحشي. أنا احب الشاهين تعرفي؟ ايه والله الشاهين يعتبر شرس. الشرس مو شرس بس يا الله ما اجمله. لا تتكلمين عن الطير الشرس الشاهينه ما شاء الله لا قوه الا بالله لما يجي ياكل بشراهه جوعه حار حتى. جميل. طب خليني اسالك عن شقران. سمعنا فيه وشفنا له مقاطع وكثير ناس تكلمت عنه، وش قصة شقران؟ شقران طبعا طير أريج العبد الله. ايه؟ بدأت تصوره في يومياتها وفي يعني من اتخاذنا للخبرة في الصقور، وبعدها بدأت تنتشر صور شقران وطلعت عنا قصايد وفي منها قصيدة فيصل فيصل اليامي. لا فيصل قصيده من قصايد الشاعر الجميل فيصل. اوكي يعني ايش الحين يعني شقران خلاص صار يعني شخصيه مشهوره نقدر نقول. اوكي وكان معاكم في المعرض امس صحيح.
جميل جميل جدا. بما انك جبتي سيره المعرض، انا سمعت انه كان في لعبه الكترونيه في المعرض، مين يحكي لي عنها ابرر؟ اللعبه هذه حاولوا انه يحببون الناس بموضوع الصقور. طبعا زيك انت الان تخافين منها. ايوه مره. ما عندك، وبعدين المشكله بيطالع فيني كثير. اي ما عند هذا لسه ما فكنا البرقع كيف بيلف والله. فاللعبة هذه عملتها الشركة، شركة الأشخاص اللي خاف. طبعا شركة صهوة هي اللي صممت اللعبة دي، وعندنا الجناح اللي هو جناح شواهيك، حتلقون كل شيء هناك. تمام. اللعبة هذه تحفز الشخص انه شلون يتعامل مع الصقور. يعني بدل ما اني انا احطك بالامر الواقع، تجربين هاللعبة بعدين تبدين شوي شوي ايش تكسرين حاجز الخوف. ابرار ما شاء الله، انا شفت شخص اجنبي في التقرير. ايه ألماني. يعني بصراحة غرت، إشمعنى هو المفروض الصقر، أنا المفروض أنا اللي أشيل الصقر مو هو بصراحة. يعني أنتوا عندنا ما شافت الصغيرة اللي بالمعرض، الصقارة الصغيرة، كان في صقارة صغيرة، في صقارة صغيرة كمان. طبعا همسك الصقر بعد الحرق إن شاء الله. إذا ما يأذي أبرار، ليش ما ترفعين تشيلين البرقع عنه؟ لأنه أنا متضايقة من ضيقته صراحة، أبغاها تفك علشان أنا أقدر أسأل. في مهرجان الملك عبد العزيز خلود، يعني ابغى اعرف انه في ممكن تشاركون فيه بالمهرجان، خاصه انه هو قريب. اكيد بتشاركون. والله هي يعني في الخطه، بما ان احنا جروب وتحت مسمى شواهيك. ف شواهيك بالله اذا يتغطى عيونه يعني احس حرام. صدقيني اني من عشان لا يكفى خطير. عشان ايه؟ عرفتي لايك فخطير هو يعني يطير يعني المكان. ايه يستنكر المكان. شكرا على الترجمة. فهي خطط من خططنا بإذن الله. بما أنه أتيحت لنا الفرصة بأننا نشارك مع معرض الصيد والصقور السعودي، فمبادرة حلوة، ومنها بعدين نشارك بتشاركون يعني إن شاء الله بنشوفكم. إذا كان في العنصر النسائي ليش لا؟ بإذن الله. صحيح يقولون في المعرض ان نفك لكم طير؟ لا ما فك لكم طير. لا من طيورنا احنا، لا من طيوركم. بس نفك طير يعني في المعرض؟ نفك طير بس من المعرض الثاني. مو بلا. وايش صار؟ ايش اللي كيف رجعوا وكيف نفك؟ رجعوا الطير، الطير يعرف صاحبه. ايه يعني الصقر ده الحين لو مشي، يعني لو طار، عفوا لو مشي، لو طارت هترجع لك انت؟ ما تروح لخلود؟ اذا الطير متدرب ومتدهل صحي. طب هي هذه مدربة؟ أنا توني إيش كنت أقول بداية هذا الكلام، إنه هذا وحشي لسه فرخ. أوكي. كم عمرها؟ إيه قاعد يتدرب. كم عمرها؟ أيوه. نحن ما نتكلم بالعمر، نقول فرخ. أوكي. يعني ما لها عمر، يعني ما تقولين مثلا 6 شهور، سنة، سنتين؟ لا، في مصطلح ثاني. إنه مثلا نقول صايد 3، عارفة؟ أوكي. إيه على حسب. طيب صحاب ما شافت شيء، حر ما شافت شيء. حبيت حر ما شافت شيء. يعني ما صادت ولا ما صادت. لا تعلمونها الصيد، خلوها كذا واحدة رقيقة. والله واحدة رقيقة، شوف زين. أجل ما شفتينا وإحنا نأكلها حمام وسمان حي. والله حي. إيه حي. أنت جالسة تعودينها وتدربينها على الصيد علشان كذا. يعني ما تخيل أشوف شكلي وأنا أشوف شكل سحابة. بس لازم بعد إذا كان عندك طير ما تعودين تاكلينه بس مثلا دجاج وخلاص. هو حر صقر. اعطيني شيء. في دائما يقولون لك الطير، خاصه اللي يربون الطير، في اشياء كثير يتعلمونها من الطير، غير انه تكوني صبوره والاشياء هذه. ايش الشيء اللي انت فعليا تتعلقين بالطير وتتعلمينه منه؟ والله شوفي، بصفه عامه ما اتكلم بس عن الطير، عن الحيوانات بصفه عامه، هذه من الله. اذا حط بني ادم يحب شغله راح يبدا فيها، عرفتي؟ خلاص يصير بالنسبه لك يا غرام. يمكن هي تشوف ايش صقر وايش حالهم ياكلون مثلا شيء بعيد عادي جدا يعني. ايه؟ لا انا بقول لك مثلا انت تحبينه من بعيد. ايه؟ حلو. بس ايش حدهم ذول على صقر؟ بنت تربي صقر بالبيت، بالعكس حاجه هي حبت الشيء ذا، تعلقت فيه. كل واحده ولها رابط بينها وبين الشيء اللي هي تحبه، وتحتفظون نفسها، تحاول انه هي ما تبين هالشيء. يمكن الاستغراب ابرار، لانه بالعاده البنات يختاروا بيتس الحيوانات الاليفه، عرفتي؟ بس انت يعني مربيه وحش، واعتبر بسم الله عليك ما شاء الله. انت خلود واريد كمان. مهرجان الملك عبد العزيز الصقور، ابغى اسالكم عن هذا السؤال قبل اختم معاكم. هنشوف ان شاء الله في مشاركات لكم ان شاء الله باذن الله.
كيف؟ طيب كلكم بإذن الله. إن إيه بإذن الله. الله جميل. مخططين إحنا إذا الله أراد في مزايين الصقور اللي هو الصقور الجميلة يختارونها مزايين، وفي الصقور اللي هي الصيد. طبعا إحنا مستبعدين موضوع الصيد عشان حماية البيئة عندنا، لكن إذا فتح نروح ليش ما نقول لا. جميل. حلوة هي مزيونة والله تصلح مزيونة. ما أدري بس إنه يعني أنا قاعدة أحاول على شكلها تقول إنه مزيونة. يعني الله يحفظ لك سحاب إن شاء الله. آمين. وإن شاء الله دائما نشوفكم بأماكن أعلى أبرار أنت وخلود وباقي البنات. حلو الواحد لما يسعى أنه هو يحقق طموحه وأنه يوصل للمكان اللي هو يستحقه. تستحقون كل خير أكيد إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لتواجدكم اليوم. شكرا سحاب. هلا وسهلا. طيب مشاهدينا قبل نطلع فاصل أكيد نذكر أنه بكرة إن شاء الله بيعقد منتدى صناعة الترفيه، واللي راح يتناول مواضيع كثيرة لها علاقة بصناعة الترفيه أكيد وأثره الاقتصادي على الدول، وراح يتضمن على طبعا العديد من الورش، ورش العمل وأبرز المتحدثين من ديزني وغيرها. فاصل وراجعين. طبعاً زي ما شفتوا مشاهدينا كانت هذه العرض السعودية طبعاً جميلة، سولنا جو هنا في الاستوديو. طبعاً عشان نتكلم في الموضوع أكثر نرحب في ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ناشد الدوسري. حياك الله. الله يحييك ويسلمك. أهلاً وسهلاً، تشرفت فيكم في استضافتي في برنامج سيدتي على قناة روتانا. شكرا لك. طبعا استاذ ناشي اول شيء يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شفنا الابداع والفن. نبغى نعرف ايش الانواع او انواع العرضات الفلكلورية السعودية. بحكم مساحة المملكة الشاسعة في اكثر من لون فلكلوري بحكم المنطقة. نعم. فمختلف المناطق تختلف على انطباع اهلها وانطباع الفلكلور اهلها.
فممكن تقريبا تتراوح بين 13 الى 17 لون فلكلوري موجود في المملكه ما شاء الله. فيها المميز وفيها اللي اندثر لكن لسه باقي موجود ومدون في الكتب. نعم، وفيها تجديد، فيها نوع من التجديد زي ما هي كانت والى الان نفس يعني نفس الطابع. اكيد فيها نوع من التجديد باللبس وبالطريقه وطريقه الرقصه حل. ولكن في انواع منها كالقصائد، بحكم ان القصائد موروث فالموروث ما يتغير وثابت حتى مدون في كتب. جميل. يعني احنا عارفين انه يمكن من اهم الاشياء الفلكلوريه في المملكه العربيه السعوديه طبعا العارضه السعوديه. صحيح. العارضه السعوديه اللي دخلت موسوعه غينيس اشتهرنا فيها في كل مكان، لكن مثلا تختلف القصائد زي ما انت قلت لانه في كلام موروث لا ما يتغير، يعني في شيء موروث ما يتغير. لو تقدر تقول لنا بس ايش اكثر او ابرز اهم الجمل اللي ممكن انتم تتغنوا فيها وتتنشدوا فيها في العرضه السعوديه؟ في العرضه السعوديه في قصائد مشهوره الكل يعرفها وتغنى في كل محفل في كل مهرجان، ومثل القصيده المعروفه نحمد الله جت على ما تمنى من ولي العرش جزل صحيح. الوهايب في كل محفل تكون موجوده سواء هي ابتداء للعرضه او خاتمه العرضه، بس بما انها مشهوره قديمه. اي نعم اساسيه. جميل. طيب وزارة الثقافة عملت حاجة مرة حلو انه هي عملت مسابقة علشان تحيي الفلكلور والاشياء الشعبية الموروثة، اتوقع الشيء هذا يعزز اشياء مرة كثيرة عندنا خاصة الجيل الجديد اللي الان تحس ايش ممكن تعمل مثل هالمسابقات هذه؟ ايش ممكن تعطيك انت نقدر نقول كفرقة؟ اولا الفكرة مرة جميلة من المسؤولين وزارة الثقافة والفنون بحيث أنها تعزز هذا اللون وتطلع مهتمين اللون الفلكلوري في المجتمع. يرجع الشيء هذا فيما بعد لتطوير الألوان الفلكلورية واستخراج أنفس الناس وأجودها من مؤدين الألوان. مؤدين الألوان استخراج أنفس الناس ومؤدينها بشكل جيد ربما يستفاد منهم في مجال آخر. اكيد المنافسه بتكون شريفه بين كل المجاميع. أكيد. وان شاء الله راح ندخل ان شاء الله معاهم باذن الله. باذن الله موفقين. طبعا نبي نتكلم شوي عن التراث الفلكلوري ورؤيه 2030 خصوصا وانها يعني تحفز للاعتزاز بالهويه الوطنيه، نبي نعرف يعني ايش راح تقدمون بخصوص هذا الموضوع او ايش في اشياء يعني ممكن انها تكون يعني تتماشى مع هذه الرؤيه. بالنسبة لرؤية 2030 وربطها مع الفلكلور أو التراث الفلكلوري، أنا بديت في الشيء هذا وفتحنا مؤسسة مختصة بالفلكلور أو بالموروث الفلكلوري موجودة. أنا مسؤول عنها بجميع الجهات اللي فيها، ندون فيها القصيد، نعلم فيها الفلكلور، واتوقع انها هي اول مؤسسه حاليا على مستوى الرياض يعني تختص بالفلكلور السعودي. جميل. وان شاء الله فيما بعد راح نطور اكيد شغلها ونطور الاشياء اللي فيها من جانب التراث باذن الله. جميل. ان شاء الله. جميل جدا. طيب ناشي، انت شاب ما شاء الله عليك، واغلب كمان الاشخاص الموجودين في العرض كلهم شباب يعني في اعمار صغيره، كيف او بمعنى اصح ليش في شباب مهتمين بهذا الفن أو أنهم يوصلوا للأجيال الجاية واللي بعدها واللي بعدها، يعني يكونوا ما زالوا مستمرين أنهم يوصلوا هذا التراث للجميع؟ يعني ممكن أنا أقول مثلا من وجهة نظر مختلفة تماما أنه أنت تقدر تكون مثلا تشتغل في بنك مدير شركة، عرفت، بس في ناس لا مهتمة اهتمامها الأساسي تركز على هذا التراث. ليه تحديدا اختار ذا التراث؟ أولا عن نفسي أتكلم ولا عن المجموعة بشكل عام؟ عنك، عن المجموعة، وأيضا عن الأشخاص اللي حابين برضو هذا التراث وأنه هم يبغوا يوصلوا. يمكن انزرع فيهم حب الموروث الشعبي وحابين يطورونه ويحافظون عليه. هو أساسا لكل منطقة لها موروث شعبي، بالتالي هذا موروث الأجداد والأهل. صحيح. وإن شاء الله ما راح يندثر أكيد، لأن مهما كان في جيل جالس يتعلم من الأجيال اللي قبل. صحيح. ويتعلم منها، فان شاء الله ما راح يندثر اي لون من الالوان الشعبيه. طب يعني انت كان في احد مثلا في اهلك او مثلا يعني من العائله بشكل عام عنده مثلا حب لكمان العرضات وحمس فيك هذا ويعني زاد فيك الشغف بسببه؟ انه تقريبا يعني. بس ممكن انا اللي طلعت اكثر شخص انت يعني اكثر واحد في العائله.
طب حلو جميل. يمكن تعلقت فيه لسبب معين. انا احس الفلكلور بصفه عامه خاصه انه العرضات حقتنا. بس في قصيده قبل ما ابدا لك بسؤالي، في قصيده تقول يا دار لنا حقك علينا، هذه باي وحده يعني تندرج تحت اي اسم؟ هذه مو قصيده، هي هزيج تقال في نهايه العرضه. الفرحه طبعا العرضه هي رمز من رموز الانتصار في الحرب. صحيح. قديما صحيح. فيقول يا دار لنا حقك علينا تحت رايه سيدي سمع وطاعه. كل الاهازيج هذه اللي تقال من باب الانتصار والفرحه في الايام اللي قبل. مره انبسط لما اسمعها. الجزء كثير احس يعني فخر واعتزاز من جد. بس خليني اسالك ناشي، يعني احنا نعرف انه يعني مثلا القصايد عن بالرياض تختلف عن الخرج، تختلف وادي الدواسر، تختلف. ايش اللي يجمع القصايد هذه؟ ممكن طريقه الطق على الايقاع ممكن تشتغل الايقاع فقط. القصايد تختلف ومهما كانت مختلفة عادي تغنى في جميع المناطق. تغنى عادي ما في أي إشكالية، وتختلف بالإيقاع. نعرف من الإيقاع أن هذا الإيقاع شمالي أو هذا الإيقاع من الشرقية، حقهم الإيقاع. طبعا المهتمين بالفلكلور راح يعرف على طول الرموز هذه اللي موجودة. أنا دائما تعجبني أصوات اللي يأدون صراحة. يعني كذا فعلا أصوات فخمة وجميلة. بس ناشي من جد الصوت لما يقول لك، لما يكون جميل كمان يحمسك. صحيح. ناشي خليني أسألك، الآن بيقدمون الشباب نوع آخر ولا فن من فنون الفلكلور، إيش حيكون؟ عرضة الدواسر. عرضة الدواسر، عاد أهل الدواسر معروفين. يلا نشوفها. يا مرحبا بالحاضرين، يعطيكم العافية شباب. شيء يعني جميل يعني صراحة فعلا حماس. فعليا معروفين أهل الدواسر أهل الوادي كيف يحمسون الشخص. بس أبغى أعرف ناشي، أنتم على أي يعني إيش الشيء اللي أنتم تلجؤون له يعني لما تختارون المؤدي؟ من أي ناحية؟ يعني من ناحية الصوت، من ناحية فخامة الصوت، من ناحية الألوان اللي هو يقدر يلونها. هو في الكلور شعبي يعني ما راح يكون في مؤدي واحد مثل الفنان، وكلهم يغنون مع بعض. ولكن سبحان الله في أصوات جهورية يكونوا موجودين في الأشخاص، فهذه ترجع للليدر أو للمسؤول عن توزيع الأصوات. ممكن يشيل الشخص هذا ويحطه في صف أمامية أو صفوف خلفية على حسب توزيع الأصوات. هاي ترجع للمسؤول، هو يعرف الشباب اللي يشتغلون ويعرف طبقة أصواتهم. جميل جميل. ناشي حكينا عن أبرز مشاركاتكم، يعني المشاركات اللي يعني شاركتوا فيها وحسيتوا أنكم ودكم إن شاء الله ترجعون تشاركونها.
بإذن الله احنا انا شاركت على مستوى محلي مستوى المملكة وشاركت على مستوى دولي خارج المملكة كذا دولة ممكن ابرزها في دولة الامارات عام 2018 في اليوم الوطني الاماراتي حبوا انهم يحتفلون بطريقة مختلفة استعانوا بالعرض السعودية في مدينة دبي واحتفلنا شاب واحد اكيد طبعا يحتاج للابد ان شاء الله باذن الله واحد. وكانت فيه فرقه اماراتيه نعم واحنا موجودين معاهم وتشاركنا وان شاء الله باذن الله في تنسيق على باذن الله 30 نوفمبر بنروح نسوي ان شاء الله ثلاث ايام هناك في مدينه دبي ان شاء الله اليوم الوطني اماراتي ان شاء الله باذن الله. طب غير الامارات فين كمان وهل في تشابه ما بين العرض السعوديه ونوع اخر مثلا في الخليج من الالوان الفلكلوريه بشكل عام؟ في تشابه بس مو تشابه كلي اعرف يعني صاحب الفن نفسه يعرف مثلا خلينا نقول فن السامري بحكم انه قديم منتشر على الساحه الخليجيه بشكل عام تمام موجود السامري في الكويت وموجود السامري في عنيزه وموجود السامري في نجد ولكن صاحب المهنه او المطبع بالشيء هذا ويعرفه يعرف هذا من اي قاع ويعرف هذول الاشخاص يغنوا باي قصائد ما شاء الله. ولكن السامري موجود في كل مكان حتى ممكن في البحرين ممكن في الامارات موجود السامري بطريقتهم المختلفه بس مسماه سامري بس يعني موجود في نفس الاماكن خلينا نقول في الخليج ككل ولكن يختلف من دوله للثانيه اي نعم بالضبط يعني ناشد دوسري مره شكرا لتواجدك معنا اليوم الله يخليك يعطيك الف عافيه طبعا الشكر لك وايضا شكر للفرقه الرائعه اللي معاك اليوم حمستونا بس في نوع كمان جديد اللبس تغير فيه من الفن اللي هم راح يقدموه فبس لو تعرفنا فيه عشان نسمع منه اللون الخبيتي لون الخبيتي الحجازي مشهور في المنطقة الغربية من المملكة عاد لازم صور مشهور في المنطقة الغربية في المملكة مدينة منورة ومكة نعم. وجدة في جسيس هنا جسيس ما أكيد لا مو جسيس مؤدي تمام نسمعهم تفضل راوية يا حلالي يا راوية راوية يا حلالي يا راوية راوية يا حلالي يا راوية راوية بنت عمي يا راوية وانا شفت الفن التشكيلي من أجمل الفنون اللي تعتبر من الفنون الجميلة والرائعة يأخذ من أرض الواقع ثم يصاغ بتشكيل جديد ويستوحي هذا التشكيل الجديد من فكرة جديدة التي تعتبر من التجسيد أو التشكيل لشيء معين ضيفنا اليوم أو ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية موهوبة جدا 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 ثلاثة جدا خلونا نتعرف عليها مشاهدينا معانا ضيفتنا في الاستوديو سلمى الشيخ أهلا وسهلا فيك سلمى أهلا فيكم نورتينا أهلا وسهلا ينور يعني في البداية احنا كلنا احنا الثلاثة انبهرنا فعليا باللوح وقد ايه الرسم حلو وتداخل الالوان اللي تجيب صحيح. الفرح والسعادة والبهجة يعني بشكل مرة حلو الله يسلمك فاحنا نبغى نتعرف عليك من البداية كذا من اول خربوش ايوه قلت يلا تفضلي عرفينا عليك طبعا اسمي سلمى الشيخ من الاحساء
مشرفة تربية فنية عملي الحالي وفنانة تشكيلية وحرفية، يعني أشتغل في الحرف اليدوية. طبعا كبداية أي فنان يبتدي بالشخبطة البسيطة، كانت الشخبطة منذ الطفولة، ولكن لم تحصل البيئة التي تنمي هذه الموهبة في الطفولة. تعرفين تعرفين الأسر قديما ما كانت أهم شيء الدراسة كان. نعم أهم شيء كنا ندرس أهم شيء، بس إيه الدراسة ما كان الفن لاهتمامه يعني. صحيح. ممكن الفنانين اللي ظهروا حصلت لهم البيئة التي نمت الموهبة. نعم. لكن الموهبة ظهرت يعني زي ما تقول طلعت إلى أرض الواقع متأخر شوي. أنا كنت معلمة اقتصاد منزلي، يعني هو خياطة. نعم. كنت أخيط خياطة يعني، وأدرس الخياطة والتدبير اللي هو نسميه تدبير منزلي الطبخ. صح. أيوة. مدرسة جميل. بس حصلت لي فرصة لما عرضت علي إدارة المدرسة، قالوا لي إيش رأيك تدرسين فنية؟ فأنا سبحان الله عشاني أحب الرسم حصلت فرصة أني أترك مجال الخياطة، مع أن دراستي مش فنية، دراستي اقتصاد منزلي. نعم. فأبدعت مع الطالبات، بدأت تطلع أعمالي كثيرة مع الطالب، ولكن حدود الإدارة التعليم لم تخرج يعني شيء خاص فيني، يعني كان دائما أنمي مواهب الطالبات. شافوني مشرفات التربية الفنية الأجانب، يعني كانت عندنا في زمان قبل تقريبا 20 سنة. نعم. كانت المشرفات كلهم أجانب، مصريات أردنيات كذا، فقالوا لي ما شاء الله أنت يعني تغنين الإدارة بمعارضك الفنية، ليه ما تشتغلي لنفسك؟ وفعلا جلست أفكر ليش ما أشتغل لنفسي، يعني دائما زي ما تقولين موهبتي وتعبي كله في الإدارة في التعليم، في التعليم يعني، بحيث اني ما مره اشتغلت شيء خاص فيني. نعم. هو دائما يمكن هذا التنبيه او هذا الشيء اللي وعاك استاذ سلمى، لاني ضاع عمري يعني سنوات في التعليم، وانا كل شغلي في اتباع التعليم. طيب متى قررتي وقلتي هذا؟ نعم. متى قررتي وقلتي خلاص انا ببدا هالشيء هذا؟ متى طلعتي قررتي يعني تطلعي لنا ذا الفن؟ تقريبا من يمكن نقولي تقريبا 20 سنه يعني. جميل. يعني كذا انتبهت لنفسي وابتديت اشتغل في مجال، يعني انا اشتغل نفسي، وكانت هذا اول اللي هو الباب، هذا اول عمل اشتغلت اشارك فيه يعني خاص يعني. جميل. يعني لاني كنت دائما اشتغل في اعمال الطالبات واشتغل في المدرسه يعني. حلو. بخامات المدرسيه. فاشتغلت هذه اللوحه واشتركت فيها في معرض في الحسا، وكانت معها لوحه ثانيه، فقالوا لي ما شاء الله يعني انت عندك إبداع وكذا. قلت هذا شيء بسيط، طبعا كبداية أي فنان بداية يشتغل بالواقع. نعم. يعني ما يشتغل على طول زي ما يقولون يشتغل في مجالات اللي هي تجريدي أو كذا، إلا إذا تمكن من الواقع. نعم. فشاركت باللوحة هذه ونالت الإعجاب الحمد لله، وحتى استلمت عليها مكافأة من الجمعية. ما شاء الله. يعني كانت سابقا كانت الأحوال المادية حلوة يعني. صحيح. الفنان لما يشارك في معرض ياخذ نظير مشاركته شهادة شكر مع مكافأة مالية. جميل. فاستلمت عليها مكافأة وابتديت. وكانت فتحت الخير عليك. ايوه زي ما تفضلتي. الحمد لله. هو كانت الصعوبة عندي كانت يعني لما ابتديت بالفن التشكيلي كانت الصعوبة عندي في مو بالبيئة المدرسية، العائلية يعني، كانت ظروفي العائلية ما تسمح لي بالرسم على يعني عندي أطفال وأسرة. نعم. كنت تهتمي أكثر بدل ما أنه أنت تجيب الأشياء اللي تختص في الفنية تهتمي أكثر في البيت، وهذا بصراحة يعني شيء مقدر منك ورائع. بس الحلو في الموضوع أنه الحمد لله عرفتي وقدرتي أنت بنفسك الموهبة اللي معك. العائلة على العين والرأس دائما وأبدا، الأبناء هم الأول طبعا. ولكن يعني من جد إحنا شاكرين لك لأنك أخيرا من جد فكرت في نفسك. تسلمي. نعم أستاذة سلمى، يعني أنا ما أشوف أنك بعدتي من يعني تدبير منزلي اللي هو الطبخ، لسه يعتبر فن، الخياطة تعتبر فن، فأنت ما بعدتي عن مجالك، بس جميل جدا أنك أنت لقيتي نفسك. أنا صراحة يعني لفتت انتباهي في أغلب لوحك الحروف، وقد إيش هي متقنة وقد إيش التفاصيل فيها يعني كأنها طباعة كمبيوتر. أنا خطاطة أصلا يعني، فهذه أنت يعني هذه خطك وأرسم. هذا خط وأرسم يعني، عندي موهبة الحمد لله، عندي يعني مواهب متعددة من 7 صنايع. عندي خياطة يعني، خيطت ملابس أولادي وأنا أربيهم، ما كنت أشتري من برا. جميل. حتى ملابسي للدوام وكذا أنا اللي أخيط. جميل. ويعني في الطبخ نفس الشيء يعني، نفسي في الطبخ زي ما يقولون. حلو.
طيب. لما انتقلت إلى مجال الفنون هم يعني أحب الفن وأشتغل فيه بحب يعني لما تشتغلين الشيء بحب، فأحب الفن والرسم وأحب الخط. حلو. فأنا الحين يعني أدرب على الخط، أدرب على الرسم، حتى مدربة خياطة يعني في الأحساء عندنا أشتغل مسائي مدربة، أعطي دورات في جميع المجالات. جميل. طب أستاذة سلمى خليني بس أسألك عن دور جمعية الثقافة والفنون. طبعا أنا رشحت أني أكون رئيسة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي. جميل. بالجمعية لما شافوا السي في تبعي وشافوا أنشطتي في الجمعية رشحوني تقريبا قبل كذا 9 سنوات كذا يعني من زمان، ومسكت اللجنة وبديت أبدع فيها. لكن إيش دورها بالنسبة لي؟ يعني هي ما أضفت لي أني أنا ارتقيت، أنا أضفت للجمعية، أنا شجعت الموهوبين، لأن الجمعية إحنا نقول تحتضن المبدعين والموهوبين سواء كان من الأطفال من الشباب يعني اللي في سن كانوا في سن من ابتدائي إلى ما فوق، فأنا احتضنتهم، عملت لهم دورات تشكيلية، نسقت لهم برامج، ملتقيات، معارض. دعمت كثير، للآن أدعمهم، ويعني يأخذون مني وقت الكثير، مكالمات تليفونية يعني دائما يكلموني، أي واحدة تشوف نفسها موهبة يعطونها رقمي، يمكن فأنا أتقبلهم يعني لأن مين لهم الموهوبات. يمكن لأنك أنت أستاذة سلمى عشتي اللي هم جالسين يعيشون الآن، عشتي أنه أنت ما كان في أحد داعمك. صحيح. ما كان في أحد واقف معك. بالعكس أنا أدعم أي واحدة تكلمني من الموهوبات وأحتضنها وأسوي لهم دورات. أنا لسه أمس انتهيت من دورة اللي هو فن الترانسفير مع الفتيات، يعطيك ألف عافية أستاذة سلمى. كأني تطوعي قدمت لهم يعني كذا عشان أنمي موهبات. دائما الواحد إذا ما لقى أحد يدعمه تلقينه يدعم أي شخص أنه عنده شيء. صحيح. أو عنده حاجة هو يحتاج أنه أحد يمسك بيده ويبرز. يعطيك ألف عافية أستاذة سلمى، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. تسلمي. هلا بك. طبعا خلونا هنا أكيد رح نكملين باقي فقراتنا ولكن بعد الفاصل. ظهرت في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع السعودي ظاهرة العنف ضد الأطفال. هذه الظاهرة جدا جدا خطيرة وتخالف القيم الدينية والمبادئ الإنسانية، إذا خاصة إذا كان العنف صادر من للأسف الشديد الآباء، الأب أو الأم تجاه هذا الطفل. أكيد. والأكثر يعني شيء نستغربه أو أكثر حاجة نستغربها أنه يتم نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، علشان كذا حنا نوقف نتساءل مقاطع التعنيف ضد الأطفال إلى أين وإيش هي العقوبات؟ ما أدري إيش فيني. صحيح. تكنولوجيكم من الفيديو لأن الموضوع مستفز. صحيح يا رندا، أكيد يعني أنا أتفق معك. وتدرين الأدهى والأمر إيش؟ غير أنه يتعنف الطفل نفسيا وجسديا لما يكبر، الأثر النفسي طويل الأمد واللي صح. يجلس يعني طول حياتهم، يكبر يا يصير يعني هو بحد ذاته نفس الطفل هذا اللي كان يتعنف وهو بسن صغير يمكن ما يذكر وقتها. صحيح. لكن يصير مجرم أو يصير يعني لا سمح الله ممكن هو حتى كمان توصل قتل فعليا، يحس صحيح. أنه شيء عادي أو يحس أنه في شيء لازم أنه ينتقم، يعني تصير تأثر على شخصيته. فأنه يعني صراحة الموضوع جدا مؤلم فعليا. احنا نبغى نتكلم في هذا الموضوع من نواحي جدا كثير، خاصة الناحية القانونية اللي يجهلها أولياء الأمور. نرحب بضيفنا في الأستوديو أستاذ ثامر السكاكر، محامي ومستشار قانوني. يعطيك العافية أستاذ ثامر. أهلا وسهلا، نورتنا. يمكن الموضوع جدا مستفز، هو مش يمكن هو فعليا الموضوع جدا مستفز. في مقاطع مرة كثير انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لآباء يعنفوا أبنائهم. صحيح. سواء الأب اللي جالس يعنف أو الأم والشخص اللي بيصور. صحيح. احنا نبغى ناخذ الموضوع بشكل كذا كامل بعدين نتكلم على الطفل ايش يقدر يسوي لما يكبر ويشوف هذا الموقع. جميل. بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ما في شك ابتداء انه من الضروريات الخمس في الاسلام هي حفظ النفس. وبناء عليه لا يجوز لاي شخص ان يعنف اي شخص اخر لاي سبب إن كان. صحيح. سواء كان ولي عليه او حاضن له أو أيا كان، فلا يجوز له أنه أي أو يتعرض له بأي شكل من الأشكال بما يلحق الضرر فيه، سواء كان هذا الضرر جسدي نفسي جنسي أيا كان. لا يجوز للإنسان أن يتعدى على هذا الطفل أو حتى يتعدى على من هو أكبر، مثل والله اعتداء الزوج على زوجته أو اعتداء الزوجة على زوجها أو اعتداء الأخ على أخته أو الأب على أبنائه حتى لو كانوا كبار وليسوا أطفال. لذلك
في أصل الأمر هو حفظ النفس في الدين الإسلامي، ثم بعد الأنظمة المرعية تناولت هذا كله في مسألة عدم التجاوز في هذه النقاط. جميل جميل. أستاذ ثامر، خلينا نسألك بخصوص يعني القانون اللي مثلا يعني الناس هذول اللي مثلا يعنفون أطفالهم على سبيل المثال، يعني قبل فترة بسيطة المسدس والرضيع اللي صار فيه، يعني هل توصل مرحلة أنهم يأخذون حقوق الطفل، يأخذون هذا الطفل منهم؟ من ضمن الحلول الموجودة هو إما أن يحول الطفل لدور الرعاية، نعم، أو للأسر اللي تكون ترعاه وتحضنه وتكفل هذا الطفل. أيضا تقوم الجهات الحكومية بدفع مصاريف هذا الطفل للأسرة الحاضنة أو التي تقوم باحتواء الطفل. جميل. المشكلة هي ليس الآن نقول في احتواء، يكبر الطفل بكرة وبالنهاية وده يبر أبوه وأمه حتى لو كانوا سببوا له مشاكل. صحيح. فالمهم هو علاج المشكلة، نعالجها الشخص هذا وخطأه، وليس فقط إيقاع العقوبة أو أخذ الطفل منه، وهذا أمر مهم. من أساء يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، إحنا دائما نقوله، وإحنا عارفين واثقين 100% أنه الطفل لما يتربى أو الشخص الأب لما يتربى على ضرب بيربي على ضرب. ثقافة الضرب متى بتنتهي؟ طبعا أكثر من يجيب على هذا الشخص هو المستشارين النفسيين والأسريين، ما ودي أتجاوز على اختصاصهم، ولكن بشكل عام فعليا يظل أعرف العقوبات، يظل أن من أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبناء عليه عندما تكون العقوبة حاسمة وموجودة يخشى الشخص أن يقوم بهذا الفعل. حنا لدينا أنظمة تعالج هذه المسألة، عندنا نظام الطفل، عندنا نظام الحماية من الإيذاء، كل هذه الأنظمة. هل كل المجتمع عارف أنه في قوانين حماء للأطفال من الإيذاء؟ ليش ما يكون في توعية أكثر أنه ترى أنت حيصير في 1، 2، 3، بعدين أبغى أعرف إيش العقوبات المترتبة عليه؟ ما في توعية أكثر من لما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بترانا نبحث عن فلان لأنه سوى كذا. هذه رسالة تحذير للجميع، ولكن يظل في أشخاص يعني ما يرتدع حتى يقف خلف القضبان فيتأدب. تمام. أوكي. أستاذ ثامر، نبي نسألك بخصوص التشهير، كنا نتكلم فيه قبل شوي. صحيح. التشهير بالآباء أو الأمهات أو يعني ذوي الطفل بشكل عام، هل هذا تعتبر أو برأيك يعني يكون راجع لهم؟ التشهير طبعا خلنا نتفق أنه لا يجوز أن يتم التصوير ونشره في السوشيال ميديا، قد يعاقب الشخص وفق نظام الجرائم المعلوماتية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكن للأسف إذا ما تم التصوير كيف تثبت الحالة؟ صحيح. خاصة في مكان تعنيف لا يظهر أثرا على الجسد كالضرب، اعتداء جنسي، لفظي، منع من الدراسة، قد يظهر عدم، ترى حتى منع من الدراسة يعتبر نوع من إيذاء الطفل، منعه من استخراج شهادة الميلاد هو نوع من الإيذاء، عدم إعطائه حياة كريمة هو نوع من الإيذاء، أنك تخليه يشارك ماراثون أو سباق هو لا يتحمله هذا نوع من الإيذاء، وهذا منصوص عليه في نظام الطفل. فبالنهاية المفترض أن هذا التصوير يرسل للجهة المختصة وليس عن طريق السوشيال ميديا. إحنا اليوم يجب أن نقول شيء، نظام الحماية من الإيذاء، نظام الطفل يقول بلغ وأنت محمي، لن يتعرض لك أحد، ولو ثبت أن تبليغك غير صحيح وأنت حسن النية لن تعاقب. من هالجهة المختصة؟ أنت قلت الجهة المختصة وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني نرسلهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندهم رقم 1919، هذا الرقم هو المختص بالتبليغ عن حالات الإيذاء. بس ما زال 45% من الأطفال السعوديين معنفين، مع أنه في هذا الرقم. شو أنا ما أعرف، أغلب الناس تشوف حالة تعنيف قدام عيونهم تجي تقول والله أنا ما لي شغل، هذا أبوه. بالمناسبة على كل شخص، نص النظام أنه على كل شخص يرى حالة تعنيف أن يبلغ عليها، وإن لم يبلغ فيعاقب. طيب. والجهات يعني خلنا نفترض نسيم من الناس ضرب زوجته وراحت للمستشفى تعالج كسر بيدها، واكتشف الدكتور انه من حاله تعنيف، لازم المستشفى يبلغ مباشره، واذا ما بلغ المستشفى يعاقب الدكتور المعالج والمستشفى. لذلك اي حاله تعنيف هي واجب عليك ان تبلغ عليها ولا تتاخر، ولو صار في خطا بتبليغك ثبت انك حسن النيه لن تعاقب. طيب انت قلت شيء مره مهم ثامر، اذا راحت المستشفى او راح الطفل للمستشفى انه هنا واجب على الدكتور. طيب انا ما بان فيني اي لا كسور ولا أشياء جسدية، وإحنا نعرف إنه الأذى أذى نفسي وجسدي، فإذا ما يعني إذا كان أثاره نفسية، إذا كان ما يبين لا هو ضرب
لاني رحت مستشفى. يعني ممكن لفظ كيف انه انا اقدر اثبت اسم انه ممكن لفظ ياثر على نفسيتها؟ صحيح. هو نفسي، فكيف ممكن انا اثبت اذا ما كان في اثار؟ على حسب من المتعرض للإيذاء. اذا كانت الزوجه فبقائها في هذه الحياه هو غير صحيح، يجب ان تجد حل. اما البقاء والتحمل ثم ذكر اني والله انا جالسه اتعرض للاذى، هذا مو صحيح. اوكي جيد. لكن احنا مشكلتنا دائما في من ليس له حيله كالاطفال. هذه مشكلتنا. الطفل ما يقدر يقول انا ما بيكم، ما يقدر يطلع للشارع. نعم. ما يقدر يسوي شيء. فهنا المعضله، الاسره الاقارب من حوله يجب مباشره انهم يبلغون عن هذه الحالات. نعم. اما من كان راشد يعني ويخفي هذه الايذاء اللي يصله، فهذا هو من حمل نفسه او فرط في حق نفسه، لذلك. نعم. هو من يجب عليه اول شخص ان يقف ضد هذا الامر. والبعض مكسور من ناحيه ليس له مكان اخر، او ان جحيم الحياه الزوجيه ارحم من جحيم عائلته او غيره، فندخل في مشاكل اللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عالجتها من خلال النظام، من خلال توفير ايواء مؤقت، ايجاد حلول بديله، معالجه المشكله الى انتهاء. في مشاكل في الايواء المؤقت استاذ سامر. سامر ماني مطلع على تفاصيل، لكن اعرف انه ما راح يكون زي البيت الكويس ايا كان. صح. حتى لو كان فندق 5 نجوم. صح. يظل انه بقائي في مكان ايواء سواء كان سيء او جيد هو ليس خيار جيد، ولكن. صح. هذا الحل المؤقت. صحيح. او ان تبقين وتتعرضين للعنف. صحيح. فهذه نقطه مهمه. حتى منع الزوج زوجته من زياره ابنائها عند الطلاق يعتبر نوع من نوع الايذاء في نظام الطفل. صحيح. فكثير من الحالات موجودة، فقط اكتبوا في محرك البحث أو ادخلوا أحسن شيء على هيئة الخبرة بمجلس الوزراء، موقع واضح. أي. اقرأوا نظام الطفل، اقرأوا نظام حماية من الإيذاء، حالات كثيرة حددها النظام أنها إيذاء. هل هي نادرة ولا ولا صارت ظاهرة؟ ظاهرة؟ أنا دائما أقول لما أنسأل مثل هذا السؤال أنه إحنا نعتقد أنه مجتمعنا بخير، لكن بنفس الوقت نرى حالات. نعم. جيد؟ لا إشكال بوجود الحالات. أنا يهمني شيء واحد، أنه لما يجي شخص ينفذ أو يقوم بمثل هذا الاعتداء أو الإيذاء، أن القاضي يتخذ حل آخر، أنه سأعطيك مهلة على تنفيذ العقوبة مقابل أنك تعالج. نعم. ثم بعد شهر يأتيني تقرير من المستشفى هل الرجل يستجيب أو لا، وملتزم بالعلاج أو لا. إذا غير ملتزم أوقعت عليه العقوبة. إذا نفذ برنامج العلاجي وصار هذا الشخص معافى وسليم، أنا بعد كذا أوقف العقوبة. لو كررها ستتضاعف العقوبة عليه أساسا كعقوبة نظام، وأيضا عنده عقوبة موقفة تنفيذة ستطبق عليه. خلال هالشهر الطفل وين بيكون جد؟ لا أنا ما عندي مشكلة بالشهر، أنا الطفل هذا أحفظه عند أحد من أسرته. أوكي. يحافظ عليه لين أضمن علاجه. نعم. خلال هالشهر ومراقبة. هي صعبة اللي جالس أقوله مرة، لكن البداية يعني خطوة الألف ميل تبدأ بميل. نعم. أنا هذا ما أعتقده، لأنه الولد يمكن يروح عند خواله عند عمانه ويتربى تربية حسنة، ثم لو صار عمره 18-19 يبي يبرب أبوه، مو لأنه والله فقط أبوه، لأنه يعني بر الوالدين هو أمر مطلوب. صحيح. ويبي الجنة هو يعني. فبالنهاية ليش أنا أخليه يرجع لنفس الشخص اللي عنه وهو صغير وما زال عنده نفس المشكلة بعد كده؟ ولو طلع من السجن يمكن عنده أطفال ثانيين يعنفهم. نعم. فما في فائدة. أستاذ ثامر، أنا ودي أسألك بس قبل يعني ما ننهي الفقرة، سؤال ممكن يكون مهم للمشاهدين. لو صار عندنا التوعية للطفل نفسه مثلا عن طريق المدرسة، إنه إذا أحد سوى لك كذا عندك هذا الرقم أتصل فيه وبلغ، وترى في أحد راح يحفظ لك حقوقك. صحيح. أنت ممكن أو باعتقادك أنه ممكن هذا الشيء راح يساهم أو يساعد في الحد من هذه الظاهرات؟ أنا بالنسبة لي لن أنتظر النتيجة، يجب أن أوعيه. نعم. وأن أفهم حقه، سيقوم فيها أو لا يقوم هو نتيجة، لكن المهم أن أقوم بالعمل ابتداء. ترى هالرقم هذا 1919 تدق عليه وتقول مشكلك. نعم. بشكل كبير الطفل يخاف أنه يبلغ. ايه. لأنه يعرف أنه نهاية دوام المدرسة بيرجع البيت. صحيح. لكن احنا نقول يا أسرة محيطة، أنتم تعرفون ولدكم وتعرفون هو يعنف عياله ولا لا، وتعرفون لجلس مجلسكم شو يتعامل مع أطفاله، وتعرفون والله هو يمديده على عياله وزوجته ولا لا، وتعرفون الزوجة هذه تعذب عيالها ولا لا، وتعرفون مرتل أبو هذه تعذب عيالها ولا، فما يصير أنكم تقفون موقف سلبي وتنظرون هذا وتسكتون. متى ما وجدت حالة ما يجوز لك لا شرعا ولا نظاما أنك تسكت وتتخذ موقف. وإذا كنت تقول وش بيدي، أن تسوي اللي بيدك أنك تبلغ، الباقي خلوا الجهات المختصة هي المسؤولة. يعطيك العافية ثامر، شكرا لك.
يعني من جد استفدنا اليوم من العقوبات والأشياء هذه اللي ممكن شوي نوعي الناس، وممكن كمان الحمد لله أنها مش ظاهرة، هي حالات نادرة. نتمنى أنها تكون يعني أي شخص يشوف زي هالحالات هذه يبلغ. نقطة واحدة فقط، ترى العقوبة تصل سنة سجن وغرامة إلى 50,000، سنة سجن ما هي بسهلة أكيد، فالواحد يمسك يديه ويمسك لسانه ولا يتصرف تصرفات سلبية تضرب أسرته. بالنهاية هذا قطعة من جوفك، وهذه زوجتك، شريكة حياتك، وهذولا أخوانك، ما هم الصح أنك اللي بالشارع ما يحق لك تمد يدك عليه أو تضربه أو تعنفه وتلفظ عليه، فما بالك بمن هم تحت مسؤوليك أو أنت وياهم تعيش في مجتمع واحد أو أسرة واحدة. يعطيك العافية تامر، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. فاصل وأكيد راجعين مكملين. طبعا ممارسة الرياضة أمر مهم طوال السنة للمحافظة أكيد على لياقتنا وعلى أجسامنا الزينة، والذهاب للنادي أو للنوادي النسائية أمر مهم ومطلوب الالتزام بنظام حياة صحي، لكن الكثير لا يراعي الالتزام بقوانين أو إتيكيت زي ما حنا نقول إتيكيت الصلاة الرياضية. خلونا نتعرف على هذا الإتيكيت أكيد مع ضيفتنا بالاستوديو مروة الهلالي. حياك الله مروة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بناتي، كيف حالكم؟ سهلاكم مروة. يا هذا شو مسويين البنات بالنوادي الرياضية؟ لا والله كله تمام الحمد صديق. لله بس يعني نعمل مراجعة للأشياء اللي لازم تنعمل مرة تانية نكون إيجابيين ونحاول أننا بس نذكر. طب في شيء معين، في إتيكيت معين، في التزامات معينة حنا لازم يعني تكون في بالنا قبل ما حنا نتوجه للنادي؟ صح، هو إتيكيت. أنا لما أول ما قلتوا لي اسم الحلقة إتيكيت النادي، أنا قلت إتيكيت النادي، إتيكيت كيف يعني؟ أوكي حتى النادي طلعوا له إتيكيت. هو في أشياء يعني إحنا ككوتشز أو كسيرفيس حقة السبورت بنقول عليها سيفتي، كيف بتكوني سيفتي وكيف يكون عندك ويرنس انك انت كيف بتحضري نفسك للنادي. فندخلها تحت كلمه اتيكيت، صح كده؟ فبالنسبه للاتيكيت اول حاجه لازم تكوني لايت، لازم تكوني محضره نفسك. اول شيء تختاري التايمينج الصح لك انك انت تروحي، مو صح وغلط، بطاقه الصح والغلط اكثر من انه يناسبك. يعني في ناس يجيهم نشاطهم الساعه 2 في الليل ما تتمرن الا الصباح الساعه 6 زي الناس المورنينج بيرسونز. انا عن نفسي لا. إذا أنت سايكولوجيتك كده بصمة يدك لكل حال جسمك لكل حالك، لا روحي ساعتين. أوكي هذا كلام مجنون؟ لا مو مجنون. إذا دخلتي في الساينس مرة وعملتي سايكولوجي وايز وعملتي طريقة دراسة معينة ديب في بيرسونال ترينينج ويكون أحد ماستر وكده بيعطيكي it's okay إنه gonna support هذه الثوتس اللي عندك وطريقة مثلا تمرينك. وكثير في ناس مثلا يجيهم نشاطهم في الظهر اللي مثلا الأمهات، أو في الصباح مرة، أو في ناس في الليل مرة. فit depends about ساعتك اللي تكوني أنت رايقة فيها، تبي تعطي، تبي تواصلي مع نفسك، تكوني تبي تغيري. إلا الناس العاملين مثلا اللي إحنا دائما في دوامات زينا اللي بزينا هدول، حاولي إنك تكوني تعمليها في الويكند، تعمليها في المساء مثلا في الاستوديو. يعني ليش لا؟ في أنا في ناس عندي في just 20 minute program بتعمليها قبل ما تبدأ يومك مثلا في محل عملك أو أي حاجة. بس أهم حاجة تكوني flexible مع نفسك، وقت تكوني رايقة فيه. حلو. تلبسي لبس خفيف أو يعني سواء ميل أو فيميل، بتلبس لبس خفيف يكون مخليك فعلا بتكون على راحتك إنك أنت تتحرك، تمشي رجولك، تمشي يدينك، ما تكون ثابت مثلا لابسين تنورة. يعني في أنا جاتني حوادث إنه مثلا نعد جاتني بتنورة أو تلبس لي مثلا أي شوز يعني مثلا سكيتشرز او شيء. لا في شوزات لازم فعلا الفيت القدم مره مهم، انه شوز مره ضروريه للسيفتي. يعني في شيء يعني دحين خلاص وصلنا لاخر شيء ليفل من الساينس حق الشوزات، في شيء للحديد، في شيء لليوغا، في شيء للمشي، في شيء للجري. اوكي انت كشخص مالك في الرياضه خذ شيء ريجولر بس انه ينفع تمشي فيه، ما تاخذ شيء حق خرجه حق كشخه وتروح تمشي فيه مثلا. او انه لازم يكون في له شيء يناسب، اللبس يناسب مريح، تكوني مهيئه نفسيا. اهم شيء النفسي انا عندي اكثر من انه الميك اب. ما جبتي سيره الميك اب؟ هي شوفي يعني انا عن نفسي عامله رولز مبرده قلبي، ان انت حتخرجي من الكلاس ما في اي ميك اب، حتخرجي حيتصفى كل الميك اب ده. فانت حره يعني انك تبي تلطخي نفسك ديورينج هذا اوكي، بس انه حاولي تكوني بريتي، بس بريتي ناتشرال. يعني خليكي بريتي ناتشرال، لا تحطي لي اشياء غريبه عجيبه. يعني المفروض روج ماسكارا وصلى الله وبارك بس النادي. طبعا ما شفت اكثر من كذا. اللي اكثر من كذا هذول انا ما شفتهم الحمد لله، ما هم في طاقتي لسه ما شفتهم ما هم في الاورا. يعني كنت يعدوا بالغلط بس يعني ما تطول في النادي، ما هي واحده حق النادي ممكن ما تيجي ما تطول.
يقفل لها المسام مع التعرق وكذا ممكن يكون مضر حتى في بشرتها يعني الميك اب. كورس اذا انت انسان عندك وعي صحي انت عارفه كيف حتيجي النادي كيف حيكون منظرك صحيح. انت عارفه متى الحاله اللي انت حتيجي فيها يعني ما حتيجي مثلا بالعكس ترى عارفه اقول لك شيء النادي ايش النادي مو جاي شيء تروحي فيه في احسن حالاتك ترى نادي بدون مكياج كانك روحي اسوء حالاتك عشان تخرجي أيوة. احسن حالاتك انت رايحه تعبي طاقتك انا عندي تعرفوا دي جي كارد لما كذا في مسحه دحين صارت في الانستغرام لما تخش واحده وين سمون ان ذا جيم باس تدخل على الجيم بس تقول هاي وتخش تتمرن وتطلع دي جي خالد يقول لها يور سمارت لاني هي كذا ما تيجي هو مش مكان كوميونتي الا كوميونتي صحي يعني حتى البنت اللي حتعرف عليها تعرف عليها عشان انت يو ار سويتنج وذ هير انت قاعد تعرقوا مع بعض بالسعب اللي سوا عشان حاطين غلطاتكم مع بعض وقاعدين تصلحوها سوا هنا الكونكشن ما هو كونكشن كلام يعني هذا مكان براكتيكال اكثر فروحي عشان تطلعي وعشان تكوني انت ما هو مكان توجهي رايح مثلا اهل او مناسبه انا ما اعرف انت ليش بتكشخي النادي اوكي حتى لما حتكشخي حتسوي ليكس داي حتخرجي مو انت يعني اوكي ممكن مسموح يعني انا بعض الاحيان تكون نفسيتي التمرين حيكون مره صعب اكشخ للتمرين والله التمرين صعب تكشخي ايوه عشان انا لازم اتهيئ نفسيا للموضوع نفسي. يعني كذا وصلنا الليفلات وبعلم بناتي يعني تهيئي نفسك للموضوع بس مو تهيئي نفسك بطريقه ما هي فت يعني مع الفتنس حقتك جيرني اول شيء تعرفي عليها اعرفي كيف تروحي كل يوم خلي عندك بروتوكول معين انك انت تكوني روتين وبعدين ابداي شكلي حطي يور تاتش مروه نبغى نرجع نتكلم عن الاتيكيت اللي هو محور حديثنا بالاساس بخصوص الناس اللي مثلا تستعمل الادوات او الاثقال بالاصح واغلب شيء يكون اتوقع تواجهون هذا الشيء في النوادي تستعمل وترميها وتمشي مثلا ايوه مثلا تستعمل جهاز على سبيل المثال السير او التريدميل تعرق عليه مثلا او تخلي عليه الباتل حقت المويه تخلي عليه المنشفه حقتها ترمي الله يكرمك مناديل مستعمله شوفي هذول احنا يعني مثلا في الجيمات في الفيلم نعرف ايش الاتيكيت بخصوص في هذا في جيم الفتنس المكان نفسه بيعلمك على طول بنكون فولو اب معاهم يعني اول ما بتلاقي واحده على طول تلاقي الكلينر اللي عندها مدام شيلي وفي بالعكس في جيمات بتعملك بروفايدنج ان هي تشيل بعدك وتمسح بعدك وتديك المويه وتديك المنشفه يعني في سعر دلع بس من باب الاتيكيت بس من باب الادب والذوق يعني ما حنقدر نعمل منشن لهذا لانه انا دائما كذا يصير لي انت ليه انت مره ترى انا يصير لي لا هي زعلانه من موضوع بيصير لها لانه فعلا ترى في الجيم انا عندي مشاكل في الكلاسات بعض الاحيان تصير لي انه الاقي داخل الكلاس قبلها في عفش بنات كانوا في الكلاس ما حد شال شيء احنا نقعد نشيل ونحط اشياء انا ونشيل اشياء اللي قبلنا ونمسح ويكفي الروائح يعني كمان يعني بنات فهمتي قصدي يعني من الاشياء اللي كمان ضروريه وتعتبر من الاتيكيت حق صالات الرياضه انك نظافه تدربتي بشغله كوني كلين كوني اورجنايز بي اون تايم اون تايم هذه كمان مره مهمه البنات يعني بالنسبه للكلاسات الاون تايم حق الكلاسات تحترمي المكان صح. انك انت رايحه اذا انت عندك الليفل الهاي ليفل انك تتمرني في بيتك او عندك مكانك الخاص اوكي عيشي وقتك لكن مثلا انت رايحه مكان برا ودحين كثرت الاماكن وصار في من الصباح لليل خليكي دبلوماسيه تستفيدي وتفيدي وتكون يعني يا بخت من زار وخفف ايوه خلاص يعني لا تقعدي تيجي وتعيشي 9 ساعات وتخربي المكان وتسوي اشياء غريبه وخلاص يعني احس انه الناس اتطورت عن كذا انا بصراحه ايجابيه يعني في الموضوع البنات عندي حواليني يفتحوا النفس كلهم كاشخات كلهم يجننوا بس برضو لا تنكري بتيجي بتلاقي اشياء من التو ماتش هو بس التو ماتش هذا احنا على طول بنكون احنا التيم او المكان بيكون في اوراق في اشياء ليش ما يكون مثلا اثناء ما احنا نوقع اول ما ندخل النادي على اشياء الا كل اشياء اساسيه وشروط أيوة طيب ليش ما احنا مثلا يعني نكبر خطنا شوي ونعلق شيء انه ترى ممنوع بالنادي 1 2 3 في كل الجيمات ممكن افضل كل الجيمات وكل المدربات الشخصيات مثلا انا في بنات تجيني بعض الاحيان حبيبتي تكون تحب تكشخ مره يعني ويكون الكشخه حقتك ما تقدر تخليك تنطي ولا يعني ليش كذا طيب تكشخ يعني ايش تسوي تكشخ يعني لابسه الشوز الجوتشي البيج سنيكر ولابسه التراك سوت يعني انا تراك سوت هذا مثلا لابسته في الانترفيو بس ما حروح اتمرن فيه ايه يقام في بيبل يجي يلبس زي كذا تراك سوت في الجيم لا ما حتقدري تتمرني لازم مره شيء خفيف كده قطن خفيف تقدري تاخذي راحتك الشوز نفس الشيء كمان يعني ما حيكون كشخه كشخه هذه مروه السن انا اقول لك هي بتجيب هذه الاشياء ما في مشكله حلو حلو هو حلو بس اجيب هذه الاشياء عشان اتحمس اتمرن اوكي بس مو طول الوقت 24 سيشن مثلا عندي معاكي 2 مانث بروجرام
طول الوقت تقدر في اشياء عميقه ما نقدر نعملها يعني بهذه الليفل هذا بالكشخه دي، فاخليها انها تلبس كشختها بس تهدي شويه، يعني تغيري شوزك، البسي شويه نايكي سنيكر مثلا، اوكي البس الجاكيت بس افتر ذا ورك اوت، معليش شيلي البسي تحته شيء قطن وخليها تلبس الشيء الكول. تعرف ايش تسوي؟ فاهمه قصدي؟ يعني بس انه تتعلم، وبالعكس يحبوا النصائح هذه. يعني بناتي حتى يعني صاروا يدوني بياخذوا كونسلتنج مني، ايش البس، ايش اخذ، ايش احلى ماركه، ايش، بالعكس هذا لازم از بيرسونال تريننج اني انا بنتي اخليها تاخذ الفتنس باحلى طريقه. فهمتي قصدي؟ انت تصيري خليهم يكشخوا وطلعي عادي تكشخ في التدريب. هو هي ما هينفع والله، هو من نفسه على فكره ترى من نفسه بيطلع عينها، ان انت بتحطي ميك اب بتتعب، هي بتتعب صح. ايوه من نفسك انت حتلاقي نفسك عينك قاعده تطلع، حتغير ستايلك حتى الشعر نفس يعني الشيء صحيح، حتحطي ميك اب وحتلاقي رمشتها هنا لاصقه. يا اخي ليش طيب تعبتي نفسك مش مصلحه نفسك بعد الكلاس انها تضفرك طاير هناك حوادث. انا اشوف بعد ما اخلص الكلاس اطالع في الحوادث اقعد اضحك، طب ليش قللي خلاص صاروا بنات يفهموا يعني اول مره ثاني مره تلاقي ستايلها يتغير، تلاقي اضافر اصلا تلاقي هي يعني ترى احنا كبنات ترى نحب نتعلم اشياء جديده، ما نبغى نكون شكلنا كذا نروح الجيم شكلنا تو ماتش يعني او نكون أوكي. بالعكس لما نكون احلى حاجه سبيشلي كمان في الخليج، يعني انا احب بناتي هنا they look the best for me، افضل شيء باكشخ حاجه. ف يعني انت بس اعرفي كيف تكوني بالانس، انك انت كاشخه وشكلك حلو ومرتب بس تقدري تتمرني وبتخلي جسمك يشتغل وياخذ راحته، لانه هذا مكان صحيح. ما هو بس حق اتيكيت وبروتوكول وبروفايل، لا انا فيلد حقي بي هامبل بي يو كم تو مي وذاوت اني ثينج جست بوت يور اجلي بارت تو مي عشان ام هير تو سيرف يو تو بي بيتر ذاتس ات نو ايجو نو نو هي مره يا جماعه جالسه تقول لكم خليكم متواضعات وخليكم بسيطات، انتم جايين بس عشان تطلبوا خدمات يعني رياضيه وهذا اللي انا قاعده اسوي. حبيت اترجم بس اخر جمله. مروه يعطيك العافيه على وجودك معنا، يعافي قلبكم حبايبي، ثانك يو سو ماتش. كالعاده يعني تطلعين من هنا والكل مستفيد، احنا واكيد المشاهدين. يعطيكم العافيه ماي تيم، وشكرا لكل احد وشكرا لتقديركم، وانا بصراحه يعني مور تو كم هذه البدايه وابغى اشوف كله فت وكله مز ان شاء الله. شكرا لك. طبعا مشاهدينا زي ما قالت مدربتنا مروه، اكيد الواحد لما يروح للنادي لازم يكون مستعد اول شيء طبعا بالنظافه عشانك انت، من غير مكياج عشانك انت، بلاش الكشخه الزايده عشانك انت، يعني لازم تكونين مرتاحة في المقام الأول والأخير عشان تتمرنين صح وعشان ما تتعبين، وأنتي راح تطلع عينك زي ما قالت مدربتنا. هو طبيعي لأنك مجرد ما حتوجهي شحمة يعني. مكملين معاكم أكيد مشاهدين، لكن بعد فاصل. في فقرتنا الأسبوعية أكيد مع مجلة سيدتي بين الناس، سؤال هذا الأسبوع عن طلاق المرأة بعد العشرة، خلونا نتابع التقرير وأكيد راجعين لكم. الزواج مؤسسة متكاملة لا تتم إلا بين رجل وامرأة، ولكل منهما حقوق وعليه واجبات، إلا أنه وفقاً للإحصائيات فقد تزايدت حالات الطلاق بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ومن هذا المنطلق أقامت مجلة سيدتي ندوة بعنوان طلاق المرأة بعد العشرة، هل هناك مكافأة لنهاية الخدمة؟ ناقشت فيها سيدتي موضوع الطلاق بشكل مختلف عن المعتاد، فماذا بعد طلاق المرأة في عمر الأربعين أو الخمسين، أي بعد عشرة سنوات طوال وبعد أن شق أبناؤها طريقهم في الحياة، فهل سيتم تعويض تلك الزوجة مادياً بأخذ جزء من أملاك زوجها كحق للعشرة؟ وما رأي الشرع والقانون في ذلك؟ ما يجب على الزوج لزاماً أنه يعطي، يعني هو والله غني كم دخله كم الموارد المالية اللي بتجي فيعطيها حق الطلاق. الجيل هذا الحالي بثقافته الحالية يختلف عن جيل أمي وأمك، ففي وعي أكبر. أنا أشوف أنه لازم تكون في دور التوعية. الآن أصبحت امرأة مطلقة، لكن في حال استشارتها لشخص قانوني بيجي يسألها آخر مثلاً 10 سنوات كم كان يصرف عليك؟ كم النفقة اللي كان يدفعها لك؟ يعني يصير بيطلب من الزوج أو الطليق الإجابة عليها، هل فعلاً أنت ما كنت تنفق عليها؟ إذا قال نعم أنا ما كنت أنفق عليها، هنا ألزم القاضي بنفقة ماضية واجبة عليه، أو والله إذا أنه أنكر ذلك بيرجع يسأل المرأة، المرأة تجي كشوفات بنكية، حسابات بنكية،
تحلف اليمين. تفعيل التطبيقات الإلكترونية الصور الحالية إن شاء الله تعالى سيكون لها مصدر كبير بحول الله تعالى، وتثقيق يعني إيجاد طبقة من المجتمع للإصلاح الأسري، وهذا الحمد لله الإجابة قامت بإيجاد برامج ماجستير اللي هي اسمها بيسمى برنامج الإصلاح الأسري، فعمل بعض البرامج العلمية اللي تؤهل الكوادر للقيام بهذا الدور. إذا في عقد مناسب للطرفين هم موافقين عليه لا يقارن عقدهم بالآخر، عقد النكاح هو عقد شراكة بين رجل وامرأة ينشأ عنه الكثير من الحقوق والمسؤوليات والمكاسب. سيدتي توجهت إلى متابعيها وسألتهم: هل ترى أن الزوجة تستحق فقط مؤخرها إذا تطلقت بعد سنوات طويلة من الزواج والعشرة؟ من وجهة نظري أنه لا يحق للمرأة المطالبة بمبلغ مالي بعد الطلاق وإن كانت بينهم عشرة طويلة، وذلك يعود السبب إلى العلاقة التي كانت بينهم في السابق لم تكن كما كانت فيه. الإجابة عبارة عن شقين، الشق الأول قانوني، القانوني طبعاً لا يحق لها أي تعويل، أما الشق الثاني اللي هو إذا صار في تفاهم بين الزوج والزوجة إنه يكون في تعويل، فهذا شيء راجع لهم وبينهم، وبالعكس حاجة إيجابية إنه يكون في بعد العشرة يكون في تعويل. وإن صعبت الطرق ويعني لم يكن هناك خطاً للرجعة أو غيره، أقول وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته، فرزق الله سبحانه وتعالى أجله وأسمى وأعلى، ولا يترك الله أحدا أبدا من العالمين. من وجهة نظري نعم، إذا شعرت أنها تضررت نفسيا وماديا يحق لها ذلك. طب أعطيكم مثال كيف يعني ماديا، في حال أنه مثلا هو قادر يعيش في مستوى أحسن من المستوى اللي هم فيه بس كان متبخل عليها، بيّن لها أنه مثلا ما يقدر وما مستطيع، أو ضغط عليه من ناحية راتبها فجأة تكتشف أنه مستطيع. أيضاً إذا شعرت إذا اكتشفت خيانته، يعني اكتشفت أنه خاين، طيب وبعدها هي نفسيتها تدمرت، يعني هنا أتوقع أنه من حقها. نعم تستحق التعويض المالي للزوجة المطلقة، وذلك نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي ونفسي ومعنوي بهدف تحسين حياتهم، فقد كافحت للوصول إلى تلك المرحلة دون أن توفر ما قدمته، كذلك ما حصل عليه الزوج من منح من الدولة أو منافع من التقاعد فقد كان بسبب أو بفضل من الله عز وجل ثم بفضلها. كذلك الإسلام شرع وصالة حق المرأة سواء كانت أم أم زوجة أم ابنة أم مطلقة، فقد شرع للمطلقة حق المتعة وهي من حقوق المالية التي للمرأة الحق في أن تطالب بها بعد طلاقها. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن إن خلت الأسباب بك سيدتي لكي تتحملي هذا الزوج، أو العكس كمان لو خلت الأسباب بك سيدي لكي تتحمل هذه المرأة، فالطلاق هو الحل الوحيد، وأيضا الاستشارات الأسرية مناسبة جدا. هنطلع فاصل. بعد الفاصل تعتقد البعض من السيدات أن الإصابة بسرطان الثدي تؤدي حتما للوفاة، وأنه لا جدوى من الفحص أو العلاج المبكر، ولازم تستسلم للمرض. والبعض الآخر من السيدات أكيد يعني يحبون يكشفون كشف مبكر لسرطان الثدي، أو ما يحبون يكشفون كشف خوفا من الطلاق أو الزوجة الثانية أو حتى من نظرة المجتمع لها كونها مصابة بسرطان الثدي. هل ممكن هذه تكون كلها مخاوف مجتمعية لدى المرأة ممكن أنها تكون عائق أمام الفحص المبكر والعلاج والتعافي؟ هذا أكيد اللي بنتعرف عليه اليوم مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتور نوال العتيبي. حياك الله. شكرا فيك. الله يسعدك. شكرا على الاستضافة. دكتورة، أول شيء نبغى نسألك عن
هل فعلا نظرة المجتمع ممكن تكون عائق زي ما ذكرت قبل شوي؟ طبعا في الأساس نظرة المجتمع ونظرة المرأة لنفسها، لأن سرطان الثدي يعتبر جزء، يعني الثدي بالنسبة للمرأة هو أنوثة، فهو جدا جدا حساس. طبعا العامل الأساسي والمهم أن المرأة ما تخضع للفحص المبكر هو الخوف من المرض نفسه، من الآثار السلبية اللي ممكن تكون نتيجة هالمرض، مثلا انها تفقد انوثتها اذا حصل في استئصال للثدي، وطبعا تخسر زوجها، تخسر العائله. في اعتقاد كمان انه سرطان الثدي يعتبر مرض عضال لا شفاء منه، هذه طبعا فكره جدا خاطئه، ويمكن هذه اهم الاشياء اللي تخلي المراه انها ما تكشف مبكر. بالاضافه الى في عوامل ثانيه مثل الجهل، يعني رغم انه في ما شاء الله يعني حملات من وزارة الصحة مشكورة، من بعض المستشفيات الحكومية، بعض الاطباء، فرغم كل هالحملات انه يصير في جهل، يعني تعتقد المرأة انه الفحص لفئة معينة، اللي عندها مثلا امراض في العائلة، وجود سرطان الثدي له علاقة بالعمر، فتهمل هالموضوع او تتكاسل وتتجه لأشياء ثانية وتنشغل فيها. جميل. نوارك، استشارة يعني كمستشارة الطب النفسي، هذه المواضيع كلها اللي ذكرتيها واللي ذكرتها رندا في المقدمة، للسيدات بتخاف منها عشان كذا ما بتقوم بالفحص المبكر، إيش كيف ممكن تأثر على نفسيتها؟ يعني بالضبط، يعني الحالات اللي بتجيكي إيش بتقول لنفسها؟ إيش أكثر مخاوفها فعليا؟ أكثر مخاوفها الآثار المترتبة على المرض، من ناحية المرض نفسه ومن ناحية العلاج. هم خايفين من مرحلة العلاج يعني؟ لا، من الآثار الجانبية، مثلا إذا كانت تخضع إلى علاج كيميائي مثل تساقط الشعر، إذا كانت تحتاج إلى استئصال جراحي فتفقد الثدي، فتعتقد أنها قاعدة تخسر أنوثتها، فهذا جدا موضوع حساس بالنسبة لها، فتدخل في يعني هالة من القلق والتوتر، ممكن تدخل في مرحلة الاكتئاب، فتتغير تعاملها مع الناس، مع زوجها، وأحيانا الخوف هذا ما يكون صحيح، يكون أصلا ما عندها شيء أصلا. فأنا أعتقد أنه الكشف المبكر هذا أهم خطوة لازم المرأة تسويها. نعم. دكتورة نوال، نبي نسألك الحين عن الرجل، بعض الرجال، البعض وإن شاء الله أنهم جدا فئة يعني لا تذكر، يفكر على طول مجرد ما أنه يعرف أن زوجته مصابة بسرطان الثدي يفكر يتزوج. ليش؟ وش اللي قاعد يصير في مخه؟ ليش يعني لهالدرجة؟ فإحنا نبي نعرف السبب وراء هذا القرار. طبعا قبل ما أذكر الأسباب لازم نكون عادلين بالنسبة للرجال. نعم. في فئة جدا رائعة تقف مع المرأة، لا تذكر. تقف وقفة إخلاص وحب من بداية. نعم. من بداية المرض مرورا بالعلاج. صحيح. في فئة أخرى يا إما أنها تقرر الانفصال. نعم. أو تبحث عن زوجة أخرى. نعم. طبعا هذه الأشياء تعتمد على نظرة الرجل للمرأة، نظرة الرجل للزواج نفسه، فبعض الرجال يعتقدون المرأة مصابة بالسرطان غير قادرة بمسؤولياتها كزوجة. نعم. كأم، والهاجس الأكبر والمهم عندهم التغيير الشكلي اللي يحصل للمرأة وعدم تقبل هذا الشيء، وبالتالي يأثر على العلاقة الحميمة بينهم، يوصل إلى مرحلة الهجر. فأعتقد هذا أهم نقطة. في جانب آخر بنكون صادقين، المرأة تكون لها دور. نعم. يعني لما تكون مثلا تحس إنها خلاص وصل للنهاية وبتموت، فتحاول إنها تطلب من زوجها إنه أو تبحث عن زوجها زوجة ثانية. صح. وأم ثانية لأبنائها. طبعا هذه المرحلة تكون من المرأة لما توصل مرحلة اليأس والاكتئاب، وإنه يكون يعني السرطان في مرحلة جدا متقدمة. متى نوصل لمرحلة حنا أو يعني المجتمع عموما يوصل لمرحلة الوعي إنه السرطان ترى في نسبة تشافي 95% من المصابات بمرض سرطان الثدي، وحتى الرجال انه اذا اكتشفوه بدري، يعني متى نوصل لها الوعي؟ مع كثر الحملات، مع كثر التوعية، الاشياء هذه كلها يا نوال، يعني متى نوصل لها المرحلة؟ كوني متخصصة واعمل في المستشفى اعتقد انه قربنا ان شاء الله، قربنا شاء الله. كثير لها، لانه صار في توعية مرة كبيرة. صح. في كل الاجيال، يعني طبعا في فئة تعتمد على البيئة، خصوصا اللي في القرى والارياف،
رغم أنه التواصل الاجتماعي موجود، السوشيال ميديا موجودة، إلى في بعض الفئات تظل أنها لسه ما وصلت لها المرحلة، بس أنا أعتقد جزء كبير صار في وعي كثير يعني بهالمرحلة يعني. طب إيش السبب؟ السبب أحياناً زي ما ذكرت في النقطة الأولى، وفي نقطة ثانية إنه المرأة حتى لو يكون عندها خلفية بالمرض وعندها ثقافة فيه، إلا أنها تجهل ضرورته. نعم. تقول أوكي مو مهم، أنا الحمد لله أنا الحين سليمة، ما عندي أي أعراض، فليش أجري؟ يعني ماني بكبيرة بالعمر، ما عندي أي تاريخ مرضي، جهل منها. حتى بعض الطبيبات ترى وبعض المتعلمين ما يسووا فحص للأسف يعني. نوال، من خبراتك أيضا كيف تقدر تنصحي المرضى أنهم يقووا أنفسهم؟ يعني هي وصلها الخبر وعرفت أنه هي مصابة بهذا المرض، كيف تقدري تقوليها لازم تقوي نفسك وتعطيها طاقة إيجابية عشان هي تتحمس أنها تتعالج وتأخذ أو تنظر على قولتهم النصف الممتلئ من الكأس؟ طبعا الكلام وحده لا يكفي، بكون صادقة معكم، البداية لازم المرأة هي تقوي نفسها من جميع الجوانب، ولا تعتقد أنه الثدي أو الأنوثة تكمن في الجسم الخارجي، الأنوثة تكمن بأشياء ثانية، بالقوة، بتحقيق أحلامها. فأحيانا تكون المرأة حاصرة أنوثتها وعلاقتها مع زوجها بالمظهر الخارجي أو الجسدي، فتدخل يعني هذا أكثر شهاجس يعني في النساء، فتدخل في مرحلة جدا صعبة، يعني مرحلة من الاكتئاب، عدم تقدير الذات. كيف تقدر تقول لأهلها؟ كيف تقدر تقول أهلها أنا مريضة؟ بكون يعني أغلب المرضى يكون الأهل عارفين من البداية، بس في فئة من النساء تحب أنها تخوضها التجربة لوحدها عشان تتأكد. أعتقد أنه هذا موضوع شخصي، طبعا ما نقدر احنا ننصح نصيحة طبية مبنية على براهين. متى تقول ومين تقول، انها تعتمد على قرب الشخص من المرأة وعلى الدعم اللي هي بتاخذه. فانا اعتقد بس من ناحية نفسية انه المرأة تحتاج انها تقول انسان قريب منها، كزوج، كأم، كصديقة، لان في المرحلة هذه تحتاج الى دعم معنوي وعاطفي جدا كبير. حلو، صح. وهذا الشيء يسهم يعني بالنهاية يحسن من نفسيتها واستجابتها اصلا للعلاج. نعم. يعني ففي أبحاث كثيرة تكلمت عن هالموضوع، كل ما كانت نفسية المرأة عالية بوجود الدعم سواء كان الداخلي منها أو الخارجي من الأهل، صح، ممكن أنها تتغلب على المرض. صحيح. دكتورة نوال، قبل شوي بس تعقيبا على كلامك، ذكرتي السبورت أو الدعم المعنوي، وهو يعني أعمق من أي دعم ممكن يكون، بالذات إذا كانوا الناس قريبين. طبعا نعرف أن الزوج هو أقرب ما يكون للزوجة أكيد، فنبغى نعرف إيش الأشياء اللي ممكن أن الزوج يسويها خلال فترة علاج. ممكن رجال ممكن من جوا هو يبي يسوي شيء بس ما هو عارف يترجم، ما هو عارف يسوي إيش يسوي. أنا يعني ممكن أنه يحتاج نصيحتك أشياء أو أمور معينة يسويها عشان يدعمها معنويا عشان المعنويات تكون مرتفعة، فبالتالي علاجها يكون أسهل. طبعا أي دعم بالحياة سواء كان من زوج أو من غير زوج، لازم إحنا نعرف طبيعة المرض. نعرف العلاج. أوكي، ونعرف المراحل اللي تمر فيها المرأة. يعني المرأة لما يخبرونها أنا مصابة بالمرض تمر في 5 مراحل. صحيح. اللي مرحلة الإنكار، بعدها مرحلة الغضب، بعدها مرحلة طبعا التفاوض، بعدين الاكتئاب، بعدين القبول. كل هالمراحل لو إحنا عرفناها أو الزوج عرفها راح يتعامل مع كل مرحلة. نعم. لأن كل مرحلة تحتاج إلى دعم معين، إلى دعم معين وطريقة معينة في التعامل معها. الاحتواء من جميع الجوانب. نعم. الاحتواء العاطفي، انه يحضر معها عياداتها، هذا جدا شيء اعتقد انه مهم، يعطيها الامان قبل كل شيء. نعم. والنقطه اللي حابه اعرج عليها انه كثير من النساء المصابات بمرض السرطان العلاقه الحميمه تتاثر. نعم. سواء بالهجر منها او منه. صح. من الطرفين، فلازم الرجل يبين لزوجته انها مرغوبه، إنها ما زالت أنثى في عينه، بس بدون التطرق للأشياء، للتغيرات الجسمانية بطريقة مباشرة. بعضهم بحس النية يقول مثلا أنت فقدتي مثلا جزء من جسمك بس ما زلت جميلة، لا الجزء الأول ما يقوله. صحيح.
ممكن يعلق على لبسها، على جمالها، بعض الكلمات العاطفية، فهذه مرة مهمة. صحيح. طبعاً دكتورة نوال نشكر حضورك اليوم. الله يسعدك. ونشكر يعني الكلام اللي أنت قلتيه. الله يسعدك. وإن شاء الله الدعم يكون من الجميع. إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى لكل النساء الشفاء ونصيحة. يعني الفحص المبكر يزيد من نسبة الشفاء إلى 90%. صح. فلا تهملوا يعني هالشيء. الله يسعدك. شكرا لك دكتورة. شكرا، يعطيكم العافية. ألف شكر. طبعا مشاهدينا أكيد زي ما قالت دكتورة نوال، الدعم المعنوي الدعم المعنوي الدعم المعنوي. وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا، نشوفكم بكرة بإذن الله. في أمان الله. شكرا.